بنيت بطوبي تجارب عمري سورا أصول به من فديت فبوحي بما شئت والله إني لمثل الذي لما شكوت كأني أنا من أسافي اشتكيت بكى كل شيء حيالي لما سمعتك حشرجت لما بكيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي الكريمات، أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم مجددا في هذا البرنامج الذي يهتم مباشرة بتلك الجوهرة، جوهرة البيت، يهتم بتلك الفتاة البنت منذ طفولتها وهي تحصل على عناية فائقة في مجتمعنا من خلال تعامل ودي بين الأب والأم، وخاصة إذا كانت هذه البنت وحيدة بين ذكور أو جاءت في الأخير آخر العنقود كما يقال. تكبر هذه الفتاة ويمكن يقل هذا الاهتمام بها أحيانا. حديثنا هذا اليوم ليس موجها للآباء والأمهات فقط، وإنما هو موجه للبنات على وجه الخصوص. كيف تصبحين أنت جوهرة البيت؟ هذا هو حديثنا. هل يمكن ذلك؟ ما معنى جوهرة البيت؟ يعني المدللة اللي الناس يلمعون فيها ويضعونها في مكان معين بارز وكأنها تحفة. هل يمكن أن تصبحي جوهرة البيت فقط لأنك تفوقتي في دراستك؟ هل يمكن أن تصبحي أنت جوهرة البيت لأن الله عز وجل من عليك بجمال مثلا؟ أكيد هناك أسباب أخرى يمكن أن تجعلك تلك الجوهرة الرائعة والثمينة والمتميزة والتي تصبح هي رقم واحد داخل هذا المنزل وهذه الأسرة. هذه الحلقة خصصت لأجل الإجابة عن هذا السؤال، كيف يمكن أن تكوني أنت جوهرة البيت؟ لنشاهد هذا الفيديو ثم نعود إن شاء الله. بنيت بطوبي تجارب عمري سورا أصول به من فديت. العطاء حين يكون صادقا دون أن يكون مقصدك ثناء أو غيرها من الأمور الدنيوية، حينها تشعرين أن قلبك يمتلئ زهدا واكتفاء. حاولي أن تبذلي في كل مكان أنت به تلتفتين للصديقات فقط، متناسية المكان الذي نشأت به، المكان الذي حق عليك أن تصلحي به ما أفسده الروتين، والأقربون أولى بالمعروف. فمتى سترحل الغربان من صدورنا لتطلق صراح نفوسنا المكبلة عن العطاء ونقترب من والدينا أكثر قبل أن نندم؟ أشعر بالخجل من نفسي حين أنظر إلى بشرى وملامح الشموخ مرتسمة على عينيها تحكي صمودا وصمتا. كنت جوهرة في بيتك وأكثر، كنت روحا تتمايل من أجلها الأغصان وتفقد إن غابت لثوان. كنت أقول بأنك تمتلكين حنجرة تهزم اليأس بحديثها، حنجرة من نور تهدئ ظلماتنا. حتى بعد رحيل والدتك كنت بشرى لكل ركن من بيتكم، فلم يتبلل منك جزءا بالانكسار. كنت الأم والصديقة لإخوتك، تبذلين بخطوات من تراتيل سماوية، وما زالت روحك حبلى بغيث لا مواسم لهطوله. فكم بشرى موجودة، وكم منا تحتاج أن تكون بشرى. فبوحي بما شئت والله إني
في زمن أمهات جيلي أنا، ها مو جيل البنات اليوم، في أمهاتنا السابقات كان عليها مسؤولية كبيرة جدا داخل المنزل. منذ أن تصبح، تصبح يعني مو بعد طلوع الشمس، تصبح يعني قبل صلاة الفجر، تقوم وتنهض لإيقاظ أولادها لصلاة الفجر، تنطلق للمطبخ وترتب التمر والقهوة وبعض أيضا الفطور احنا نسميه هناك قدوع، وتهيئ أهل زوجها الذي يقدم من صلاة الفجر من المسجد مباشرة ليجد كل ذلك بين يديه، ثم تبدأ هي رحلة العناية بالمنزل. ليس هناك خدم بل هناك إضافة أعباء، هي تقوم بكل شيء، هي تغسل الثياب وتنظف المكان وترتب وتربي، بل عندها مهمة أخرى وهي أنها تعتني حتى بالحوش. يعني يوجد بعض أعزكم الله الحيوانات الأليفة داخل المنزل أو المستثمرة داخل المنزل كذلك في حوش خاص وهي التي تهتم به. ثم لا يأتي الظهر إلا وقد قدم زوجها من عمله أيا كان، وإذا بالغداء جاهز وتجلس معه وتتغدى، ويكون أيضا تهتم بأولادها أيضا، حتى لو نقول أنها في تلك الفترة كان هناك أيضا مدارس الأولاد. بل إني أعرف بعض الأمهات التي ممكن أن تعدها عمية ومع ذلك تذاكر لولدها. لا تسألي كيف كانت تذاكر لولدها، هي تتعلم معه ثم تعلمه، يعني تتعلم الحروف، تتعلم الأرقام، تتعلم بعض المسائل، ثم هي تقوم بتعليمه. فإذا بها كأنها تترقى معه سنة سنة وهي في البيت دون أن تكون مرتبطة بمدرسة، حتى يمكن يتخرج من رابع ابتدائي أو سادس ابتدائي، وبعدين ترتاح قليلا لتبدأ بمهمات أخرى حتى في الصباح. بل أعرف أمهات كنا يقمن بالخياطة وبأعمال منزلية تساعد بها الرجل في المصروف على المنزل. ما يأتي الليل بعد صلاة المغرب إلى العشاء جاهز، أيام زمان كان العشاء في ذلك الوقت، وبعد صلاة العشاء يصلون العشاء وينامون. وينامون لماذا؟ لأنهم يريدون أن يستيقظوا باكرا لأداء صلاة الفجر، لكنها لا تصل إلى الليل إلا وقد أيضا أصبحت عروسا، تزينت وتنظفت وأصبحت أيضا مهيئة كذلك لأن تكون مثالا في كل جانب من جوانب الحياة. هذا المرأة المثالية التي كانت قبل هذه الفترة الأخيرة التي نعيشها. بنت اليوم أصبح عندها خادم داخل المنزل أو أكثر، في بعض البيئات العربية في البيت أكثر من خادم، وهذا هو الطبيعي عندهم يعني، وقد زرت بعض هذه البلاد، وأخذت الخادمة كل المهام تقريبا، والأم أخذت بقية بعض المهام داخل المنزل، والبنت تتوهم أن الدراسة تأخذ وقتها كله، فإذا بها منذ أن تأتي من المدرسة إلى أن تنام والكتاب في يدها سواء ذاكرت أو لم تذاكر، ثم يضيع وقتها. أنا لا أتهم طبعا كل بنات اليوم، لا، عندنا بنات الحمد لله رائعات ومتميزات، ونقدم كل أسبوع أنموذج أو أنموذجين متميزين جدا، وهذا ليس غريبا على يعني بناتنا، بنات المتميزات. لكن يوجد أيضا اتهام كبير، وقد وصلتني عدد من الاتهامات من الشباب بالذات لبنات اليوم. فواحد منهم يقول أنا أدخل على زوجتي وعمرها 18 إلى 20 سنة وأكثر بقليل، وهي لا تفقه شيئا، لا تعرف شيئا من أمور المطبخ، ولا تعرف تدبر أمر المنزل. هو يريدها الآن زوجه ويريدها تدبر بيته، لكن السؤال الكبير، هل هذه مهمتها الوحيدة؟ لا، أكيد عندها مهمات أخرى. إذن هناك مشكلة، هناك خلل، نحاول إن شاء الله نعالجه سواء باتصالاتكم أو بطرح بعض الأفكار. معنا الأستاذ الشاعرة أسى العمري. السلام عليكم أستاذة. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة تفضل يا أستاذة. تشرفت صراحة بالمشاركة في برنامجكم. الله يبارك فيكي، حياكم الله، احنا نتشرف أيضا بهذه المشاركة، تفضلي. كانت مشاركتي اليوم أبيات إهداء لكل جوهرة في البيت. جميل. من كلماتي الأبيات تقول: ترفعين صوتك سمحتي. هداك الله ليس الهدي نعمة، واختارك هدى دربا لقلبك، فكوني جوهرا في كل موطئ، ففي كل الديار الخير دربك،
فأنت جوهرة في البيت، حتى أنرت البيت من طاعات ربك، وأسدلت ستار الشر كي لا يبث الشر ديدنه بقربك، وفتحت النوافذ حول علمك، فلا شيء سيقوى اليوم غلبك. هنيئا لك حياة جوهرية، فأنت ملكة والبيت عرشك. يا سلام، أحسنتي، جزاك الله كل خير. دعيني أسألك الآن نثرا، يعني ما شاء الله أنت أوجزت الحقيقة الحلقة كلها في هذه الأبيات الجميلة والماتعة. كيف يمكن أن تحول البنت يمكن شيئا من الماضي الذي هو غير مرضي في داخل المنزل عنها إلى حاضر رائع جدا ومتميز، ويمكن أن تحصل فيه البنت على تلك المكانة التي نرجوها لها، وهي أن تكون جوهرة المنزل؟ كيف الآلية؟ أن تكون البنت قدوة وعنصر فعال، قدوة للجميع، ممثل أخلاق، ممثل بذلك أخلاق الفتاة المسلمة. هذا في الجانب الأخلاقي، جميل جدا، أحسنتي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا جدا لك على هذه المشاركة. يمكن أيضا أن نقول أن الاتهامات التي توجه الفتاة سواء من داخل البيت، يمكن تقال للبنت أنت كسولة، أنت ما تهتمين، أنت نخدمش دائما، ليش ما تخدمين معانا، إلى ليش ما تنتبهين أيضا لأخواتك الصغار، لماذا بعض البنات لا تصلي إلا بإلحاح، قم يصلي قم يصلي قم يصلي، بعض البنات ما تذاكر إلا بإلحاح. البنت تتوقع اللي بهذا الشكل لا تستطيع أبدا أن تفرض نفسها جوهرة للمنزل. جوهرة البيت هي تلك الفتاة التي تقوم بشأنها بطريقة منظمة جدا، مبرمجة، عندها وقت تديره بطريقة لافتة، فهي تعرف ماذا ستصنع اليوم، العصر والمغرب والعشاء بالضبط، وتنام في الوقت المحدد، ولا يتعدى النوم على واجباتها الشرعية كالصلوات، ولا على واجباتها المنزلية، ولا على واجباتها المدرسية. تأكل أيضا، ولكنها تهتم بأن يكون هذا الأكل منوعا وصحيا ومتوسطا ومتوازنا لا مفرطا، حتى لا يؤثر أيضا في صحتها، وما ينجم عن ذلك أحيانا من وزن زائد يتأثر بها به مستقبلها. المرأة البنت تستطيع أن تكون تلك الفتاة المتوازنة حتى تحصل بإذن الله على هذا اللقب الجميل. هناك من يتهم الفتاة، أنا أقرأ لكم أو أطلع على بعض الأشياء التي كتبت عن الفتاة اليوم. مهمتي طبعا في برنامج بوح البنات أنا دافع عن البنات، لكن أهمس في أذان بنات بوح البنات أن أقول لهن أصلحي هذا، رتبي هذا، حتى يمكن أن تنجي من هذه الاتهامات التي تقال لك. يعني مثلا هناك من يقول بعض البنات مصابات بهاجس المظهرية، فهي تهتم دائما بشكلها طول اليوم، وهي تمسح في شعرها، وهي ترتب ما أدري إيش فساتينها، وطول اليوم وهي تبحث عن المكياج الجديد وعن الإكسسوارات الجديدة باستمرار، فهي تضيع عمرها أو يضيع عمرها في غير ما له لب. نعم البنت تنشأ في الحلية وهذا من طبيعتها ومن حقها أن تهتم بزينتها، ولكن ليس صحيحا أن يضيع الوقت كله في هذه المظهرية. هناك من يقول أن بنات الأيام هذه، طبعا هذا شاب يقول أن بنات الأيام عندهم اتكالية، فهي تتكل على أمها في كل شيء، غداها جاهز، عشاها جاهز، يعني تكاد تكون الأم هي التي تقوم أيضا حتى بالتسوق، لولا أن البنت تحب أصلا أن تذهب إلى السوق لتتسوق. أي أنها يريد أن يقول أن البنت تحصل على كل شيء بلا تعب وبلا اهتمام خاص وبلا دافعية كافية لأن تكون تلك الفتاة القائمة بمسؤولياتها، ولا شك أن ضد الاتكالية هي المسؤولية. هناك شاب آخر، أنا أجيبكم الآن اتهامات الشباب لكم يا بنات، ولكم أن تدافعوا عن أنفسكم. يعني ممكن البنت الآن تتصل وتدافع عن نفسها وعن بنات جنسها ضد الكلام اللي يقولونه الشباب. هذا شاب يقول، أنا يعني أعرض عن الأسماء، عندي أسماء لكن لا أريد أن أقول الأسماء. شاب يقول الأم هي السبب، يعتبر أن مسؤولية ضعف تأهيل الفتاة لتكون ربة منزل ناجحة في المستقبل هي مسؤولية الأم. وأنا أذكر أمي تقول أخذ البنت من حضن أمها، يعني أن الأم هي المسؤولة عن شخصية الفتاة إذا ذهبت إلى زوجها. ومثل ما أنا حريص جدا على ابنتي الغالية وأنا أقول لها انتبهي لنفسك يا بنتي، والمفروض تفعلين كذا وتفعلين كذا، فأنا كل بنت تسمعني عندي هي غالية، وأنا أحرص جدا على كل فتاة
تحاول وتسعى لأن تبني شخصيتها، ولا شك أن البنت اللي تتابع هذا البرنامج أو أي برنامج آخر له اهتمام خاص بالفتيات أو تطوير الذات، لا شك أنها تستحق الاحترام. ليه؟ لأنها تهتم ببناء نفسها وبالرقي في سلم النجاح. ولا شك كما يقال أن سلم النجاح ليس فيه مصعد، ليس فيه إلا درج، لابد أن تصعد درجة درجة. يفترض أن كل ما سمعت أي كلمة من هنا أو من هناك فيها خير أن تسعي أن تأخذي بها مباشرة. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمصحيح أن يكون فقط الاستماع للاستماع، وإنما للاتباع فيتبعون أحسنه. تستطيعين أنت في كل حلقة، في كل محاضرة تسمعينها، أن تلتقطي مجموعة من الكلمات لتحوليها فورا إلى قرارات. إذا أنا عندي مشكلة معينة ودي أني يعني أعالجها، ممكن أن أطرحها، لكن ممكن أيضا أن أسمع من يعالج المشكلة وكأنها لغيري أنا أستفيد منها. الحقيقة فرق كبير بين بنت تسمع الموعظة وتقول هذا الكلام ليس لي وإنما هو الوحدة ثانية، وبين وحدة ثانية تسمع الموعظة لغيرها وتقول والله إنها كأنها تحدثني، أنا التي أحتاج إلى هذه الموعظة. معنا نادية من الجزائر. السلام عليكم نادية. سيدي فاضل، والله هي تحية كبيرة لكم من الجزائر الحبيبة. حياكم الله أهل الجزائر، تفضلي. بصراحة أنا أشكو إليكم ما في جعبتي، أنا فتاة ملتزمة بحفظ الله، ولكن تعاني كثيرا، تعاني لأني كأني في المهجر وليس في بلادي المسلمة، لأني أعاني من ضغوطات كثيرة لشيء، لأن التزمت بشرع الله، طبقت السنة، حاولت أن أعيش كفتاة من بيت النبوة، لا لشيء، يعني أريد فقط أن أقول أنني أعيش ضغط، يعني صحيح أني كأني غريبة في واقع، يعني كأني نادية من الجزائر تشكو غربة الفتاة إذا استقامت في بيئة ليست مستقيمة، وهذه البيئة بالمناسبة قد تكون في أي بلد، يعني يمكن واحدة الآن تعيش في بيئة محافظة لكن أسرتها غير مستقيمة، هي تعيش نفس الغربة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. والغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. هؤلاء هم المجاهدون الفعليون لأنفسهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي جاهدوا أنفسهم وحرصوا على الاستقامة. ولا شك يا بناتي أن ليست الاستقامة شيئا مجانيا، هو يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة كذلك حتى يستطيع الإنسان أن يثبت. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل دائما أن يثبته: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد وعده الله عز وجل بالتثبيت في كتابه كما في غير آية. معنا من عزيزة من مكة. السلام عليكم عزيزة. أختنا عزيزة السلام عليكم، صوت غير واضح. اسمعيني من الهاتف، اغلقي الشاشه او الصوت لو سمحتي، ما اسمعها، لو في متصله اخرى نعتذر منها. طيب، يعني اقول مره ثانيه، هذه الحاله التي ذكرتها الاخت ناديه من الجزائر، اولا ندعو لها بالتثبيت، وانا اقول لها استقيمي واصبري، ولكن احرصي على الا تتقاطع مع الآخرين كثيرا، ولا يعني لو أنك حاولت قدر المستطاع أن تنشري هذه الاستقامة شيئا فشيئا في المحيط الذي حولك، سواء في الأسرة أو في أوسع من الأسرة، هذا أكبر حماية لدينك ولاستقامتك بإذن الله عز وجل. أما مهاجمة الآخرين أو الدفاع بطريقة نارية أو بطريقة فيها نوع من عدم احتساب الصبر، فإنها في النهاية قد يؤدي هذا إلى أن المحيط الذي من حولك يغلبك. إذن احرصي
دائما أن تكوني قادرة على أن تكسبي من حولك وأن تدعيهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله سبحانه وتعالى. لكني أنا أريد أن أقول إذا كانت تلك الفتاة تعيش في بيئة ليست تلك البيئة التي تشجعها على الاستقامة، فما عذر تلك الفتاة التي يشجعها أهلها على الاستقامة ويحرصون عليها وعلى دينها، ولكنها للأسف الشديد هي التي لا تذهب في تلك الطريقة الجميلة المفروشة دون شك بالرحمة من الله سبحانه وتعالى وتنزل السكينة على القلب والطمأنينة للذاكرين الله عز وجل والذاكرات ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الفتاة التي تظن أن السعادة في غير هذا الأمر هي واهمة. الحقيقة أن السعداء فقط هم الأتقياء، هم الذين يحبون الله عز وجل ويحبهم سبحانه وتعالى، كما قال في محكم التنزيل أن الله عز وجل كما ذكر في الآية الكريمة يحبهم ويحبونه، وهذا لا تستطيعين أن تحصلي عليه دون شك إلا إذا بذلت الجهد الكافي لأن تكوني جوهرة البيت في الاستقامة. الاستقامة ليست صعبة، هي تحتاج في البداية فقط إلى شيء من المجاهدة ثم ستكون لذيذة جدا. الذين يذهبون في مسالك الفساد يبذلون أكثر، يشترون أفلام سيئة، يشتركون في بعض القنوات الفاسدة بفلوس وإلى آخره. أما الخير فهو مجاني غالبا، وحتى ما ندفعه من الأمور اللي فيها نفقة وصدقات في باب الخير هي مخلوفة بأمر الله سبحانه وتعالى وضمانة الله عز وجل، فما شيء ينفقه العبد إلا يخلفه الله سبحانه وتعالى. إذن أنت سوف تنعمين في درب الخير لو أنك اخترت هذه الطريق. وأعلمي أن تلك البنت التي تتوهم السعادة، أو دعيني أقول لك وأنا واثق من كلامي هذا، تمثل أنها سعيدة لأنها تذكر لك أن لها صديقا وأنها تشاهد أفلاما إباحية وأنها هؤلاء البنات يتصلون بنا في مراكز الإرشاد الأسري ثم يخرجن ما خبأنا في قلوبهن من الهم والتعاسة والشقاء ويتمنين أن يخلصن من هذا كله. وإذا من الله عز وجل على واحدة من هؤلاء البنات واستقامت تقول أين أنا من هذا الطريق، لقد تعبت جدا من طريق السابق. فهذه نعمة إذن، واحرصي عليها يا ابنتي. زهرة من الرياض، السلام عليكم يا زهرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. مساء الخير أستاذ. مساء الله بخير. وجهة نظري أستاذ عدم إشعار الفتاة بالمسؤولية على جوانب الحياة سواء كان على مستوى ديني أو اجتماعي أو علمي هو سبب رئيسي في فشل الفتاة في الحياة. أيوة، لو وضحتي أكثر. نعم، مثال أستاذ أعمال المنزل. أي نعم. لو أنه يعني قسم أعمال المنزل بطريقة متساوية على فتيات البيت بالتساوي يعني منذ يعني خلاص يبدأوا سن النضوج، صح، تقسم أعمال المنزل بينهم بالتساوي، خلاص الفتاة هذه حتكبر على هذا الأساس يا دكتور. أخت زهرة، طيب لو حددنا سن لو سمحتي، ممكن تحددين لي سن يعني متى ممكن البنت تأخذ مسؤولية داخل المنزل؟ عمر. والله يا أستاذ أنا من وجهة نظري الفتاة مجرد ما توصل السبع سنين الثمانية سنين تبدأ الأم يعني تعلمها أكرمك الله حتى على لم الشباشب وإدخالها في أماكنها المناسب، لم الأوراق وارميها في الزبالة بهذه الطريقة يعني. سنة. خلاص الفتاة تسلك هذا المسار طبيعة. أيوة سبحان الله تبدأ صحيح. تكبر على هذا الأساس وخلاص من غير شيء حتلاقي نفسها مسؤولة يعني في المنزل. أحسنتي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة المتميزة. الحقيقة أنا أقول لكل فتاة إذا كان هناك في البيت من يوزع هذه المهام بعدالة وبتساوي هذا شيء جيد، لأن حتى لا يبقى في الصدر شيء على من كل بنت تجاه بنت أخرى. ولكن الحقيقة دعوني أقول لكم أيضا أن الله عز وجل قال ولا تنسوا الفضل بينكم، فلو إن إحدى البنات أخذت نصيبا أكبر بسبب أن الأم تثق فيها أكثر أو تشعر بأن البنت هذه لو أعطتها هذه المهمة سوف تؤديها بطريقة أحسن، لا شك أنني أدعو البنت هذه أن تحتسب هذه الزيادة، بل أقول لها مرة ثانية لن تكوني الجوهرة الأهم في داخل المنزل إلا إذا كنت تقدمين أكثر. يعني ممكن أنت تتسابقين مع أخواتك
لتكوني أكثر منهم عطاء وبرا بالوالدين. حين البنت التي تقول ليه أمي تكلفني ولا تكلف البنت الأخرى، وهي تتكلم عن بر الوالدين وتتكلم عن يعني التقرب من الوالدين بما يحبان وإلى آخره. الحقيقة يا بنتي أن بر الوالدين من أبر البر للوالدين أنا أعتبره أمران. الأمر الأول أن تكوني سببا في هدايتهما أو في تعليمهما شيئا من الخير. يعني مثلا أنت سمعتي عن دعاء له أجر عظيم، رحت قعدت مع الوالد وحفظته إياها أو أعطيتها في ورقة إذا كانت تقرأ، أو رأيت من الوالد عدم اهتمام بالصلاة أو صلاة الفجر في المسجد فرحت واشتريت كتاب صغير جدا عن صلاة الفجر أو سيدي وحطيته في سيارة الوالد وهداه الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة غير المباشرة. أنت الآن تبرين والدك ووالدتك بأبر البر. ثم بعد هذا الطريقة الثانية لأذن البر هو أن أعرف ماذا تحتاج إليه أمي فأسبق إليه جميع أخواتي. فلإني أجد من البر إذا رأيت أمك تحب واحدة أكثر، وهذا طبعا أدعو كل الأمهات والآباء أن لا يظهروا حبهم لواحد من أولادهم سواء ذكرا أو أنثى على بقية الأولاد والإناث. ولله در تلك الأعراب در تلك العربية التي سئلت أي أولادك أحب إليك، قالت فقدتهم إن كنت أفضل واحدا منهم على الآخر. وامرأة أخرى تقول هم كالحلقة لا يدرى أين طرفاها. أنا أدعو إلى هذا، لكن لنفترض أن واحدة منكم حبت بنت أكثر من بقية البنات، إياك أن تخبري بذلك أو أن تعبري عن ذلك. طيب نفترض أن بنت اكتشفت أن أمها واضح جدا أنها تفضل هذه البنت على بقية البنات، اهتمامك بهذه البنت من أجل أمك هذا بر. الحرص على إسعاد أمك بهدية للبنت لأنها تسعد لشافت الهدية لها هذا من البر. طيب ماذا أصنع في الغيرة التي في داخلي؟ وطبطب عليها وقول لها عشان أمي، أمي تستاهل، هذه أمي لازم أرضيها وإن كان على حساب هذه المشاعر التي هي طبيعية. طبعا ما أقول البنت لماذا تغارين، هذا من الطبيعي جدا أن يغار الإنسان، والبنات أكثر غيرة من غيرهن. معنا أم أيوب من العراق. السلام عليكم أيوب. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. مرحبا بكم أهل العراق، تفضلي. عندي من مقترح على البنات، تربية البنات، عندي بنات إيه؟ ستة. نعم الله يبارك فيهن ويسر عليهن. من أنصحهن على الدين وعلى الحياة واختلاط لي الأولاد والغير محرمات، فيعاندني ويغضبن علي ويغلطن علي، يعني ما يأخذن النصيحة من عندي. يسمعوني البنات؟ يسمعوني الحين قاعدات؟ اي لا يسمعون لكم. ان الشيخ ينصحن على بر الوالدين هاي يقوم متحقد على الشيوخ وهذا. يا اختي ام ايوب، الان البنات جالسات يسمعون البرنامج؟ هذا برنامج اجتماعي، برنامج اجتماعي. شوفي ام ايوب، انا بهديكي واهدي البنات هذا الفيديو الان اللي يطلع لنا بعد شويه، وبعد الفيديو بعلق على هذا السؤال، وانت ان شاء الله تاخذين هذه الحلقه اما من اليوتيوب أو الإعادة إن شاء الله، وأرجوك طلبي من البنات الست الله يحفظهن ويبارك فيهن ويهديهن ويصلحن أن يستمعن ويشاهدن هذه الحلقة. وأنا عندي رسالة بس بعد الفيديو، لأن الفيديو بيساعدني إن شاء الله. نشوف الفيديو الآن. وبالوالدين إحسانا، مش جاهز الحين؟ طيب يا معلش، شكرا جزيلا أم أيوب، شكرا، وسأل الله عز وجل يهديهن. لكن أنت معي على الخط أو راحت؟ لا بعدني. طيب أم أيوب، شوفي أم أيوب، ما هو دورك؟ أنا أبخلي الكلام مع البنات بعد الفيديو، لكن معك أنت كأم أيضا مطلوب منك أن تتوددي للبنات. إذا أردت أن تنصحيهن انصحي كل واحدة لحالها، لأن البنت إذا نصحت أمام بقية البنات يمكن تعند شوية. الأمر الثاني، إذا كان في أشياء مباحة وتطلبها البنت حاولي توفرينها بقدر استطاعتك طبعا حتى تكسبين بناتك. إذا خليناش جالسة مع البنات بدل ما تتكلمين أنت هن، خلي كل واحدة منهم تتكلم لوحدها وسمعي منها، سواء في جلسة خاصة
بينش وبين كل بنت لوحدها، أو أن البنات مع بعض يبغون يتكلمون، حتى ولو تكلموا بكلام غير مناسب استمعي للنهاية ثم بدأي تكلم بهدوء مع بنت بنت. وإن شاء الله أتمنى يعني بعد هذا ودعاء الوالدين، ما دي أنت تدعين لهم ولا تدعين عليهم؟ معلش أم أيوب، أنت تدعين لهم ولا تدعين عليهم؟ نعم شيخ، بس اسمح لي شوية. ها سنة تفضل. هن صلاة يصلن من يوم الخميس صومن وقرآن يقرد، فأنا من أجي أنصحن يعني أشياء مثل محرمات الاختلاط أو شيء، فإعادة هن نفس الناس نفس المستوى، مو يقول لك وحدة عن وحدة نفس المستوى يمشن. إن شاء الله إن شاء الله سأقدم لهم الفيديو الحين، وبعد الفيديو أنا أتكلم معهم إن شاء الله مباشرة. شكرا أم أيوب، شكرا. إن شاء الله. المهم كثري من الدعاء، أنت أم ودعاء الوالد مستجاب، بارك الله فيك. نشوف الفيديو الحين مع بعض. بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصول به من فديت. في سورة الإسراء جعل الله عز وجل بر الوالدين بعد توحيده، وهل هناك أعظم من التوحيد؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أربك بعد توحيده أن نحسن إلى والدينا. القضية ليست بالشباب، القضية بالكبر. إذا كبرت الأم، إذا شاب شعرها، إذا احدودب ظهرها، إذا ضعف بصرها، إذا خارت قواها، أول من تحتاج في هذه الدنيا أولادها. أولادها تحتاجهم في الدنيا. يا ولدي لبيك يا أمه، يا ولدي حاضر يا أمه. سلم عليهما، استأذن منهما، لا ترفع صوتك عليهما، لا تحد النظر إليهما، لا تجلس قبلهما، إذا مشيت فاحترمهما، بل لا تسافر إلا بإذنهما، إنهما والداك. اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم واجعلنا بارين بهما واصلين لهما، اللهم أعنا على الطاعة لهما دائما وأبدا. بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصول به من فتى. شكرا. شكرا جزيلا لفريق البرنامج ولخواطر متابعة على هذا الفيديو، الفيديو الذي سبق. وحديثنا ليس عن بر الوالدين اليوم، ولكني أقول للبنات الست وكل بنات مثلهن، لا بد أن تعلم كل واحدة منكم أن أول شيء في الاستقامة ليس الصيام النافلة ولا صلاة النافلة ولا مساعدة الآخرين. أول شيء في الاستقامة بعد التوحيد لا إله إلا الله طاعة الوالدين. يقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا التوحيد، وبالوالدين إحسانا. إذا الله عز وجل أعطاك نجحتي اشكري الله ثم اشكري والديك، أن اشكر لي ولوالديك. إذا الله أعطاك ورزقت رجلا صالحا قولي شكرا يا رب ثم شكري والدي. إذا الله أعطاك الصحة والعافية قولي شكرا يا رب وشكرا لوالدي. كل نعمة يجب أن تتذكري فيها ربك الذي أعطاك إياها، وذلك الذي كان سببا في وجودك، أمك أو أبوك. مش صحيح أن نحن نسمع هذه الشكوى من أم لديها ست بنات تحرص عليهن وتربيهن وتقوم عليهن وهي لا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى من البنات، وتكون البنات سببا في حزن الأم. والله أنا أعزي كل واحدة منكم يا بنات اللي تصوم نافلة وهي تغضب أمها مهما كان الأمر. أنا لا أريد أن أسمع أن واحدة تقول أعذار. إذا كانت أمك تأمرك بمعصية مع ذلك صاحبيها في الدنيا معروفة، لكن لا تطيعيها في المعصية.
أقول لكل بنت من هذا النوع: يا ابنتي لا تتوهمي أنك الآن تتقربين الله إلى الله سبحانه وتعالى بمجموعة من النوافل، ومن أفرض الفروض وهو طاعة الوالدين أنت مقصرة فيها. استمري نعم في طاعاتك، ولكن تقربي إلى الله عز وجل بطاعة الوالدة، فليس هناك أبر ولا أقرب نفعا للإنسان في هذه الدنيا من طاعة والديه إلى الله بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. معنا من؟ معنا على الخط جنان. منين؟ جنان من الرياض. السلام عليكم جنان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تفضلي. الله يحييش، تفضلي. حيا الله مشاهدنا الكرام. دودي يا أستاذ، في البداية أنا أتكلم عن دور الفتاة في المنزل. جميل. فدورها بلا شك دور عظيم، وهو في الحقيقة ينقسم إلى قسمين: دور مادي والآخر معنوي. جميل. الدور المادي يشتمل على مساعدة الفتاة لأمها في إدارة شؤون البيت من تنظيف وطبخ وغيره، وأيضا تشاركها في تلبية إخوتها الصغار ومن ناحية الدراسة والمذاكرة، بمعنى أن هذا الدور يمثل كل ما تفعله الفتاة من أجل إشباع احتياجاتها. أحسنتي. وفي نفس الوقت يفترض أنها تكون أيضا قدوة في عبادتها، قدوة في القراءة، قدوة في الاطلاع، قدوة في الصداقات، صحيح؟ طيب، يبدو أن الخط انقطع. طيب، شكرا لك. نعود مرة أخرى لنقول إن الفتاة إذا أرادت فعلا أن تكون مرتاحة داخل المنزل وغير قلقة، يجب أن أيضا أن تتعرف على نفسيات أهل البيت واحد واحد. يعني أبي يعصب، طيب لماذا يعصب أبوك؟ أكيد في أسباب. فبدل ما أنا أقول 20 سنة أبوي يعصب، أعرف في يومين 3 أيام على ماذا والدي يغضب. فإذا حددت الأشياء أتجنبها، بل بالعكس، يمكن لما يغضب الوالد من أحد إخواني أنا أكون تلك الواسطة بين الأب وبين هذا الشخص الذي غضب عليه. هنا تكون جوهرة داخل المنزل. الوالدة، ماذا تريد الوالدة؟ على سبيل المثال أم أيوب، ماذا تريد من بناتها؟ هي تريد أن تعلمهم بعض الجوانب، مثل تقول لهم الاختلاط أمر يعني خطر جدا عليكم، وأنا معها ما في شك. لعلمكم يعني أن 16% من اللاتي يعملن في الاختلاط مع رجال يعتدى عليهن، معنى ذلك أن 16% هذه نسبة عالية جدا، بعدين على إيش؟ على عرض. فكيف البنت تقبل أنها تعمل في اختلاط؟ إذن طاعة الأم في هذا الجانب واجبة، لأنها تأمر بأمر مشروع. فكيف تتردد بنت يعني من أمر أمها أولا، حتى لو أمرتها بمباح وهي الآن تأمرها بواجب شرعي؟ هذا جانب. يعني ينبغي أيضا أن نلتفت إلى جانب آخر، وهو كيف أعرف نفسيات أخواني. دائما تجينا شكاوى بين البنت وبين أخيها، بين البنت وأختها حتى أحيانا. أتعرف على نفسية أخي، ما الشيء الذي يرضيه، كيف يطيب خاطره، وأنا أصير تلك البنت الأقرب إليه. وأنا أكثر من القول أن من أقرب يعني الناس إلي أختي. لماذا؟ لأنها فهمتني جيدا وأنا فهمتها جيدا، ولذلك استطاعت واستطعت أن نكون كأننا شخص واحد. وهذا من السهولة الوصول إليه حين أفهم نفسيتها وتفهم نفسيتي، ونتعامل على هذا الأساس. نتوقف أيضا هنا لنذهب إلى الفقرة التالية، وهي أنامل مبدعة. بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصول به من فديت، فبوحي بما شئت والله إني لمثلي. بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصول به من فديت، فبوحي بما شئت والله إني لمثل الذي اعتريك بنيت. وقولي زوجي
تمنيت دمعك لامس مسح قلبي لعلي أرويه مما رويت وأبقى لبوحك صندوق سر ومنك ابتدأت فيك انتهيت ولا ضاق صدرك من علة شكوت لظاها ومنها في هذه الفقرة نشاهد مع بعض بعض الإبداعات كما قدم لنا قبل شوي المخرج إبداعات ضيفتنا ميثاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أظن اللي تم عرضه هذا لك صح؟ هي لي. أيوة أحسنتي. طيب ميثاء أحمد، نريد أن تعرفي بنفسك للمشاهدات، تفضلي. أيوة ميثاء معي؟ ألو؟ أيوة تسمعينني؟ هي أسمع. أيوة أقول عرفي بنفسك ميثاء. أيوة ميثاء. أنا نعم. ميثاء أحمد الجزيري. نعم. من الإمارات. نعم. من دبي. من دبي، حياك الله ميثاء. أيوة ميثاء، وش دراستك ميثاء؟ درستي في إيش؟ ميثاء تسمعينني؟ تسمعيني يا ميثاء؟ طيب لو تعيدون الاتصال مرة أخرى، يمكن أتحدث قليلا عن يعني هذه هذا الجانب في موضوعنا اليوم. كيف تكون البنت أيضا جوهرة البيت في هذا الاتجاه؟ الاتجاه نتكلم عنه هو جانب الإنتاجية، يعني يا بنتي خلي اقرأي. قالت لا انا والله ما اشتهي اقرأ. بنتي ايش رايك لو انت تتعلمين على الافلام القصيرة وتنتجين زي الانتاج اللي قبل شوي، لتأثرنا بكلنا لما شفنا هذه الصور الجميلة للبارين بآبائهم. لا ما اشتهي اقعد على الكمبيوتر مدة طويلة. طيب ما رأيك ان تستطيعين ان تقومي بمشروع كب كيك ولا من هالاشياء اللي يسوونها البنات؟ لا ما احتاج لشيء هذا. طيب ماذا تكونين في النهاية؟ لا تريد، حتى تقول بعض البنات حتى إذا خلصت الدراسة أنا ما أبغى أعمل. طيب ماذا تريدين أن تفعلي؟ ولا شيء. طيب روحي تحفظ القرآن. لا صعب، خلاص أنا أحفظ في البيت. ما تحفظ، بس تقول كذا، بس ما تحفظ في النهاية. فتبقى طول النهار وهي مشغولة بأشياء لا فائدة منها. لا بد يكون لك إنتاج. ممكن تنتجين خواطر، يمكن أن تنتجي مثلا مقالات، تنتجي قصصا، ممكن أن تعزمي على كتابة كتاب. أنا أذكر واحدة يعني اسمها سعاد، ممكنها ما تدري أن احنا أخذنا كتابها وطبعناه أكثر من 30,000 نسخة وزعناه على البنات في المدارس، فنفع الله عز وجل به. كتاب صغير تحدثت فيه عن الإعجاب الظاهر بين البنات. لماذا لا تعزمي على أن يكون لك كتاب مؤثر من هذا النوع، ويمكن بعد أن تجمعي مادتها وتصوغيها بقدر المستطاع تعرضينها على بعض الأخوات أو الإخوة الذين يمكن أن يقرؤوه لك ويقدموا له، ثم يخرج ويستفيد الناس منه. يعني مهم جدا أن يكون لك نتاج، وهذا النتاج بأي صورة من الصور، أما أن يكون نتاج أدبي أو نتاج علمي أو نتاج فني، مثل هذا الفن الذي قبل شوي عرض لميثاء، وإن شاء الله يعودون الاتصال حتى نسمع منها وتعرفنا على هذا الفن. أنا أظن أنا يمكن مرة واحدة فقط خلال أكثر من 100 حلقة عرض مثل هذا الفن الذي تتقنه ميثاء، وهو أيضا يمكن عن طريق هذا الفن أن يتحول إلى مشروع صغير يمكن أن يدر أموالا أيضا على البنت وعلى أسرتها. وهذا هو الجانب الأرجى والرائع. لا أنسى أم سفيان الثوري رحمها الله التي صنعت لنا عالما بمغزلها. قالت لي له كما سمعنا من ضيفنا الدكتور عبد الرحمن العشماوي قبل حلقتين، كيف أنها قالت لابنها أنت تعلم وأنا
أنفق عليك بمغزلي هذا حتى إذا كبر وتعلم طبعا وأصبح من أكبر المحدثين في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بذلك المغزل الرائع الذي كان في يد أم ليست كبقية الأمهات. ما الذي حدث بعد ذلك؟ هو أيضا دخل ميدان التجارة واستطاع أيضا أن يبرز فيها وينفق على نفسه وعلى أهله وعياله. أنا دائما أقول للبنات لا تنتظري أن ينفق عليك الآخرون، لابد أن تكون في يدك مهنة. واحذري أن تظني أنك مجرد دخلت المدرسة وتخرجت في الجامعة هذا يؤهلك لمهنة، أبدا. مئات الآلاف من البنات ليس لديهن مهنة. خلوني أطلع عن الجانب الإقليمي إلى كل دول العالم، ملايين النساء تعلمنا وتخرجنا في الجامعات ولم تجد لها مهنة عن طريق الشهادة، وبنات يمكن مدرسة الابتدائي أو ثانوية أو أقل من ذلك ومع ذلك هي لديها مشروع ومشروع رائع، بل قد تكون سيدة أعمال. والسبب ماذا؟ أنها استطاعت فعلا أن تحقق إنتاجا يجعلها موجودة بطريقة ليست كالوجود الضعيف أو وجود أحيانا الوجود اللا وجود في بعض المرات. يعني معلش لا تزعلون علي يا بنات، أنا أتمنى كل بنت منكم فعلا تكون تلك الجوهرة التي يشار إليها بالبنان في داخل بيتها. كلما التفتوا إلى جانب وجدوها مبرزة فيه. ميثاء عادت، السلام عليكم ميثاء. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب ميثاء، أنا أبيك تكلميني الآن كيف كانت البداية بالنسبة لك؟ والله بدايتي كانت بكتاب تعليمي لفن يشبه فن الكروشيه. طيب أنا فن الكروشيه أنا فن الكروشيه سمعت عنه لكن لا أعرفه بشكل جيد، وتوقع معي مجموعة أيضا، وأنا سألت بالمناسبة بعض البنات قبل أن آتي الحلقة فقالوا إنهم لا يعرفنه، فما هو الكروشيه؟ الكروشيه عبارة عن حياكة، نوع من أنواع الحياكة. نعم. ولها أداة معينة اللي هي الصنارة. أيوة. وبس يعني هي الصنارة والخيط ما لها. أيوة يعني عن طريق الغزل يعني صح؟ هي بالضبط. أيوة جميل. طيب تكلمتي عن بدايتك، كيف كانت البداية؟ مثل ما قلت بدايتي كانت بكتاب تعليمي لفن يشبه فن الكروشيه، أهدتني إياه زوجة خالي وكان بالنسبة لي مدخل لعالم الحياكة. أي نعم جميل. وبعدين اخترتي الكروشيه بالتحديد ليه؟ طيب أنا أحب الأعمال اليدوية بشكل عام وأمارسها، بس فضلت الكروشيه لأنها من الفنون القليلة اللي بقت على أصلها. أيوة. فهي يدوية كليا وما في مكان لصنعها. طيب يعني لو واحدة من البنات سمعتك الآن وتود أنت أيضا أن تأخذ بهذا الفن والصور الجميل اللي عرضت علينا قبل شوي ودها أيضا هي يكون لها مثله، فكيف يمكن يعني أن تتعلم البنت الكروشيه؟ هل تحتاج أن تكون محترفة فيه أو يكفي أن تكون هاوية؟ لا أبدا، أنا باي أي واحدة تحب الأشغال اليدوية وعندها رغبة في التعلم ممكن تعلم نفسها من النت. طيب هل في دراسة معينة له؟ في أماكن يعني يدرسون الكروشيه بس أنا ما أتوقع أنها تتطلب دراسة، ممكن يعني التعلم يكون عن طريق النت عن طريق يوتيوب مثلا. يعني في لو دخلوا على المواقع يلقون بعض المواقع اللي تساعدهم على هذا صح؟ أكيد طيب ممكن. قد قدمتي أنت دورة حق أحد؟ يعني علمتي غيرك؟ أنا الدورة اللي عندي مسويتها على انستغرام. أيوة. ما عندي دورات واقعية يعني دورات افتراضية، وعندي قناة على اليوتيوب. كيف لو البنات الآن يريدنا أن يدخلنا على الانستغرام الخاص بك يبحثون عن ميثاء أحمد؟ ولا اسم آخر؟ لا اسمي على انستغرام يارمي. الاسم مرة ثانية؟ يارمي YA. أيوة. RNII. أيوة. طيب هل أعمالك لقيت إقبال خاصة إذا كانت الأطفال؟ يعني وجدتي من يشتريها مثلا؟ أنا ما أبيع حاليا، أكثر أشغالي كهدايا يعني أهديها للعرض بس يعني. أكيد الكروشيه يعني متخصص أكثر للأطفال أكثر من أي شيء ثاني. أيوة جميل، شكرا ميثاء على هذه المشاركة ونتمنى لك أيضا مزيدا من التوفيق، وإن شاء الله ندعو كل بناتنا أنهن يدخلن على هذه الدورة الافتراضية على الانستغرام بالاسم اللي ذكرته قبل قليل ميثاء.
دائما نقول في نهاية كل حلقة مرحبا بكم مرة ثانية، ونستودعكم الله عز وجل إلى الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، ونتمنى إن شاء الله أن تزداد مشاركات بناتنا، خاصة إذا وضعنا هاشتاج حتى نستمع إلى الآراء التي لم يتسع وقت الحلقة لذكرها. إلى الأسبوع القادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصول به من فديت، فبوحي بما شئت والله إني لمثل الذي لما شكوتي كانوا